القديم اللاعبين جداد وكانت هذا لو بوين راك شفتوا اللاعبين اول مره هذه الانتدابات بهذا الكم والنوع اللي هو كما قلت عصر جديد وهو وفاء للعهد اللي قطعته على نفسي مع الجماهير بانه غنديروا انتدابات وغنغيروا ملي كانوا هما كيعيبوا على الفرقه 85% هذا الشيء اللي شفتوا اليوم راه مازال ما سديناش انتدابات ديال هذا الميركاتو الصيفي باقيين واحد ثلاثه ديال الانتدابات حنا كنتفاوضوا عليهم وصلنا معاهم في مراحل جد جد متقدمه كاين اللي وقعنا مع واحد مازال جوج ما تفاهمناش قريبين توقع ويجيو لانه مازال عندنا خصاص في الخط الهجوم نرجع النسبه ديال النوعيه راعينا فيها وهي اللي ما كانش عندنا فرصه نقولوها بانهم اللاعب اللي خصو يجي خصو يكون عنده في المهارات ديالو ولا التكنيك ديالو وداك اللعب ديال الراجع الميركاتو هذا ديال الصيفي غنسدوه من بعد هذوك الانتدابات الاخرى اللي غتكون في هذا الاسبوع هذا وغنبداو نوجدوا الميركاتو الشتوي لانهم كاينين شي وحدين اللي طاروا على شي لعابه كاين اللي عاد لاعب ندام كاين اللي عاد تيتصل وتيقول لك انتظرونا في الميركاتو الصيفي راه ما غاديش نسدوا هذا الموضوع هذا وغتكون عندنا ان شاء الله مفاجآت اخرى في هذا الميركاتو الشتوي اللي تنطلب كذلك هو من الجماهير انهم يزيدوا يلتفوا حول الفريق ديالهم حول المكتب الجديد لانه هذا ماشي داك المكاتب المسائل اللي وعدتها كملفات كبرى وكاوراش لان هذه الانتدابات راه درناها في شهر ونص شهر ونص وصلنا لهذا العدد هذا وحنا كنجيريو مسائل اخرى بحال المحاسبه بحال التنقيه اللي قلنا الكراطه ديال الوازيس اللي بدات كتوصل اللي فيها الاداره بعدا موظفين بالنسبه للمؤطرين ديال الفئات الصغرى ملفات بحال ديال الاكاديمي هذو كلها اوراش كانت مفتوحه اون ميم طون كنقادو فيها وتنشكلوا المكتب ديالنا الان المكتب تشكل اللجان كذلك تشكلات كل واحد غيبدا الخدمه ديالو وكنرجعوا غادي نبداو نتبعوا ملف ملف اولهم واسخانهم كي تيقولوا هو ديال المحاسبه باش يعرفوا غيكون الرجاء لانه فين انا تنقول اللي بدا شي ريال دراجه راه خصو يرجعوا ولا راه غادي